بون، بعد بسم الله الرحمن الرحيم. هاد الشاب اللي راه يهضر راه يطلب من الحكومة الجزائرية تعاونو. هما راهم في بنغلاديش. هي على كل حال الترك ما قصرتش معاهم، بصح هادو راهم في الجبال. اسمعوا واش يقول واسمعوه مليح ويرحم والديكم. باسي لو ميساج، النشره هذه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا اخوكم عثمان مسكين لاجي رهنجة من احد الاخوان الرهنجين، والان حنا متواجدين في مخيم بنغلاديش، وهذول الاخوان اللاجئين مهاجرين من بورما بسبب قتل ابنائهم واطفالهم ورجالهم ونساءهم، والان متواجدين في احد الجبال بنغلاديش في احد الغابات، يعانون من امور كثير. بارك الله فيكم. هذا رساله خاص لاخوان الجزائريين. يا اخوان الجزائريين، نسالكم بالله انكم توقف معنا، تساعدونا، تشوف معانانا، حتى اخواننا شوف ذبحهم الجوع، لا احد فيه يجي يساعدنا في هذه الجبال. شوف انظروا في احوال، لا لدينا مسجد ولا لدينا ابيار ولا لدينا مستشفيات، نعاني من امور كثيره. حنا ننشدكم امانه في رقبتكم انكم تجي تشوف احوالنا. هذه هي، شوف انظروا احوالنا. انا راه انتو حمد شبانوش، حنا ننشدك يا جزائر مانوش، كل راه انا لك يحتسون الجزائر مانوش عربي مانوش يفضون ترى الدشر مانشرك يحتسون المهم انا ما بطول معكم، ان اشكركم جزيل الشكر انكم توقفوا وتشوفوا معنا انا، وتجي توقفوا معنا تساعدنا. الله يجزاكم بالخير. وهذا شوف بيوتنا وين، انظر في احد لورنسي في اعلى الجبال يا رب. انا اخوكم عثمان مسكين مقيم في بنغلاديش، في امان الله. بون، ما ديمونداوش المعاونة من عند السعودية ولا من عند الإمارات ولا من عند دبي ولا من عند قطر ولا البحرين، ولا ديمونداو المعاونة من عند الجزائريين. الجزيرة في أزمة، وصح الجزائريين راهم في أزمة، صح ما لازمش تتخلوا على هادو، لأن شهامة الجزائريين كما بعتوا 14 شحنة كاتوغس كاميون لخوتنا الفلسطينيين، تقدروا تبعتوا الماكلة والمعونة لهدوما وتبنيو لهم مسجد. مسجد ديالو كان يكون غير بالحطب، هذا ما كان تبنيو لهم من يقعدوا، بس تدخل عليهم الشتاء. مامي ما عندناش وما ناكلوش في الجزائر، هادو راهم كيفاش يقول لك ديموند لاد تاع المعاونه تاع الجزائر. جاسبر كو الجزائر ما تخليهمش، من كل قلبية جاسبر كو الجزائر ما تخليش هاد العباد هادوما، باسكو ما قالوش السعوديه وما قالوش الشرق الاوسط ولا المغرب ولا تونس ولا المغرب خير منا، السعوديه خير منا، الامارات خير منا، بحرين خير منا، قطر خير منا، بصح شكون قالوا؟ قالوا الجزائر، باسكو الجزائر غير الجزائر،
بلد المليون ونص مليون شهيد. لهذا الشيء طلبوا معاونة من عند الجزائريين، باسكو يعرفوا بلي الجزائريين في الحرب عانوا، في التسعينات عانوا حرب أهلية. على كل حال مهما ما عندناش عاونوهم. جيسبيغ كو هاد الرسالة هادي توصل لكل واحد، وماشي غير 15 ولا 16 واحد اللي يشوفها ولا 20. من كل قلبي والله العظيم غير من كل قلبي نتمنى هاد الميساج يفوت اكثر من الميساج اللي درتو على الاولاد هذوك الصغار، والرقاصه هذيك اللي قلت احتاجت على 1 مليون لايكس مشاهد، وهاد الاولاد هذوما ما حازوش على اي شيء. وكما يقولك الحمد لله راهي في راهي داخله 5000 مشاهد، هذا شرف. وكلهم يطلبوا الرحمة لهذوك الدراري الصغار، والله يرحمهم على كل حال، ويسكنهم سكين يسكنوا كاع في الجنة إن شاء الله. بصح نعاونوا هذوما، وجيسبيغ كو يعني نتمنى كو هاد لا راديو، ما نقولهاش فيديو باسكو ما فيهاش تصويرة، هاد لا راديو فوتوها بارتاجيوها بارتو، يرحم والديكم. هادي ماهيش اني نسب في الحكومة ولا اني نسب في كاش واحد ولا اني ندير في هادي سبيسيال باسي لو ميساج، والله يعطيكم ما تمناو والله يجازيكم.